رجعنا لكم بعد الفاصل. والحقيقة لما بنيجي نتكلم على مصر فمصر فيها كنز كبير جدا جدا يمكن ما كناش مستخدمينه لفترة طويلة، وهو مسار العائلة المقدسة. تخيل كده ان من 2000 سنة كان السيد المسيح والسيدة مريم ويوسف النجار موجودين هنا في مصر وزاروا فيها العديد والعديد من الأماكن. تخيلوا كده ان كل الحاجات دي موجودة في مصر من أكتر من 2000 سنة، إلا ان احنا لغاية دلوقتي او ابتدينا دلوقتي ان احنا نكون بنجدد او بنطور في مسار العائلة المقدسة. وده شفناه مع حضراتكم من ايام قليلة، واللي شفناه ان كان في افتتاح للتطوير ده، والتطوير اللي هو ابتدى من جبل الطير اللي موجود في المنيا، واللي المفروض ان هو هيكمل يعني وهيتم تكميل هذا المشروع، عشان فعلا هو مشروع ممكن تعتبره مشروع اثري، ممكن تعتبره مشروع ديني، ممكن تعتبره مشروع ايا كان ايه هو، ولكن هو من المشاريع المهمة جدا جدا ومن الكنوز فعلا الموجودة عندنا في مصر، وعشان كده احنا مهتمين بشكل كبير جدا. وعشان كده احنا بقى بنرحب بضيوفنا الموجودين معنا النهارده واللي هيكلمونا اكتر عن هذا المشروع وواصلين لغايه فين فيه، وكمان التسويق ازاي لمثل هذا المشروع. وعشان كده بنرحب باساتذتنا الموجودين معنا النهارده. بنرحب بالمهندسه نيفين عزت، مسؤوله التنسيق بمشروع مسار عائله مقدسه في مصر والعالم. اهلا بحضرتك. اهلا. بنرحب برضو مهندس عادل الجندي، المنسق الوطني للمشروع احياء مسار عائله مقدسه بوزاره السياحه. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. نرحب بيكم، مشرفينا ومنورينا. خلينا نبدا بقى باشمهندس عادل، وبنسمع عن المسار وان هو نقاط كثيره وبيبتدي من سينا بيوصل لاسيوط ومحطات كثيره جدا. لو في البدايه كده قبل ما ندخل في مرحله التطوير والكلام عن المشروع، تدينا بس لمحه عن مسار العائله المقدسه. طيب مساء الخير. اولا هو مسار العائله المقدسه هي رحله هروب العائله المقدسه الى ارض مصر، والرحله معروفه دينيا ان هم هربوا من بطش الملك هيرودس الملك اليهود الظالم، اللي هو القصه المعروفه ان لما جات له نبوءه ان فيه هيولد طفل علشان هياخد منك الملك اللي هو سيدنا عيسى عليه السلام، امر بقتل كل اطفال القريه بحيث ان هو يتخلص من كل الاطفال، لان هو ما كانش عارف انه طفل فيهم هو اللي هيتولى الحكم وبتاع. فكانت مجزرة اللي حصلت أياميها في القرية. فالملاك ميخائيل جه ليوسف النجار. يوسف النجار كان هو التور ليدر بتاع الرحلة، كان هو قائد الرحلة دي. أبلغه أن خد الطفل وأمه والجأ إلى أرض مصر. وهنا كلمة إلجأ flee to Egypt مهمة، مش بس هروب، لكن هي أرض اللجوء دي ليها معاني احنا استخدمناها في المشروع. يعني المتداول هي اهرب إلى أرض مصر، لكن هي إلجأ إلى أرض مصر، لأن يعني دي أرض الملجأ، أرض المأوى لكل الأنبياء، أرض المأوى لكل واحد طالب الأمان بيجي إلى أرض مصر. وهي فعلا دي حقيقة اختيار ربنا للجوء كل الأنبياء لهذه الأرض المباركة. فهربت العائلة المقدسة في عمر السيد المسيح ما بين سنة أو سنة ونص، وهربوا في أرض مصر، قعدوا يختفوا في مغارات ويهربوا في الصحراء هربا من تتبع جنود الملك هيرودس ليهم في أرض مصر. أثناء رحلتهم في مصر عدوا بخمسة وعشرين موقع، كل موقع طبعا علشان من معجزات السيد المسيح ان دايما اما نلاقي عين ميه بتنفجر او احد الاثار الدالة على مرور العائله المقدسه، زي المجور المقدس مثلا في سمنوت في الغربيه، زي الفوت برينت او قدم السيد المسيح مطبوعه على صخره في سخه في كفر الشيخ وهكذا. ال 25 موقع دول بعد ما قطعوا 3500 كيلو داخل الاراضي المصريه ذهابا وايابا، وعدوا ب 25 موقع. عشان كده احنا كدوله بنقول عليها ان ده اطول مسار روحاني في العالم داخل دوله واحده. في مسارات روحانيه كتيره في العالم زي مسار سان جيمس مثلا في 3 دول، لكن مش بالطول ومش بالزخم الاثري اللي ثبته العائله المقدسه في مصر. الى ان جاء الملك ميخائيل في نهايه الرحله عند وصولهم لدرونكا والمحرق في اسيوط، ابلغهم ان هيرودس مات، فارجعوا تاني لبيت لحم. وفي الحقيقه رجعوا للناصره في شمال بيت لحم، دي رحله العوده، وبدات قصة التلمذة ونشر الأديان المسيحية من هناك. دي القصة روحانيا أو دينيا. الموضوع أن عدوا على 25 موقع، في منهم حوالي 14 موقع يحملوا أثر ملموس يعني يمكن زيارته، وده اللي الدولة اشتغلت عليها خطة التطوير. ومعلش أصلح شوية معلومة اللي حضرتك قلتها، احنا ما بدأناش بجبل الطير ده، احنا على فكرة فتحنا 7 نقاط قبلها، يعني 3 مواقع في الدلتا افتتحوا رسميا وتم تطويرهم، اللي هي سخف كفر الشيخ، سمنوت في الغربيه، تل بسطه في الشرقيه، 4 اديره في وادي النطرون، وكانت التامنه هي جبل الطير مؤخرا في واحنا انتهينا بيها، يعني انتهينا بيها وفتحنا بقى كل لسه بقى في حوالي 4 نقاط تانيين. توجيهات طبعا ان احنا نخلص الافتتاح كل المسار قبل نهايه هذا العام باذن الله. احنا نفسنا ان احنا نشوف يعني طبعا ان كل المسار يكون موجود بشكل كبير طبعا. وخليني برضو انتقل من الحته دي برضو لباشمهندسه نيفين، ولها طيب الفتره الجايه ممكن نكون بنفتح ايه، او ايه الخطوه اللي جايه بعد جبل الطير في مسار العائله المقدسه؟
هي جبل الطير لوحدها هي لسه ما خلصتش في الحقيقه. هي ده افتتاح مبدئي لانه اللي حصل انه الترميم هو اللي خلص، لكن التطوير للمنطقه ما حصلش لسه. السياحه اهم حاجه فيها السائح جاي يستمتع بالمكان. انت النهارده لو هنتكلم على ان هو بس هيروح كنيسه خلص الترميم بتاعها، هو كان ممكن يروح يعني في كنائس بالذهب في اوروبا، وفي يعني لو بنتكلم على يعني على المنافسه، لا في حاجات يعني في حاجات احسن من كده بكتير. لكن الميزه عندنا احنا هنا ان الحضاره اللي هو بيجي يتفرج عليها هي حضاره حيه، مش حجاره، مش جاي يتفرج على حجاره. الحضاره المصريه القديمه او الحضاره القبطيه هي النهارده انت لما تروح الصعيد هتلاقي ناس بتتكلم بلكنه واللغه الصعيديه دي مميزه لان هي مصريه قديمه. الاكل بتاعهم انا دايما اتكلم من الاكل، انت بتروح تاكل نوعيات اكل ثقافه يعتبر البتاو والشلولو والويكا والعيش الشمسي والموسيقى. الالحان القبطيه هي الحان طبعا ليها اصول كمان فرعونيه، فهي الحان بتتنقل بقالها 2000 سنه سماعي، مرحلة حضارية كاملة يعني. الرسومات، الرسم القبطي ليه طابع خاص. فانت جاي بتشوف حضارة حية، الناس لسه لغاية دلوقتي مش حضارة ميتة، مش حضارة منتهية. فالتطوير جبل الطير يعني جبل الطير لغاية دلوقتي المرحلة الأولى ان انت رممت الكنيسة، لكن احنا لسه ما خلصناش انه احنا طورنا في المكان وطورنا المنطقة بحيث ان هي تقدر تستقبل السائح بشكل كامل. تمام. طيب أستاذ عادل، احنا بنتكلم في 7 محطات اتفتحوا، وأكيد التطوير كان بهدف معين مش فقط الهدف السياحي. فكرة برضو ان احنا التفتنا لهذا المسار من امتى التفتنا ليه وهو بقاله 2000 سنة، اشتغلنا عليه ازاي، كنا مستهدفين ايه بالظبط؟ تمام. طيب بس قبل ما ابدا اصلح شوية معلومات، الظاهر معلومات وصلت ان في متأخرة شوية، لا الكنيسة جزء صغير من التطوير. الهدف اساسا تطوير المنطقة، وده اللي يمكن ظهر حتى في الميديا كلها، احنا طورنا المنطقة وده كان اهم. جه ترميم الكنيسة الاثرية اللي كانت بتتعرض لمخاطر نتيجة ان جبل الطير عبارة عن هضبة جيرية. كانت مشروعات الصرف الصحي اللي هناك ما كانش فيه مشروع لصرف الصحي المنتظم. المحافظة تعاونت وعملت محطة صرف صحي، دفعت عليها مبلغ كويس قوي وعملت صرف صحي منتظم لانقاذا للهضبة اللي مبنية عليها الكنيسة، لان الكنيسة مش مبنية، الكنيسة محفورة في قلب الجبل. دي اول حاجة. تم فتح طريق وده كان هو الاكسسابيليتي الجديده لتطوير المنطقه، طريق بديل 2.2 كيلو بديل عن طريق 18 كيلو على ترعه ضيقه جدا كان السبيل الوحيد للوصول لجبل الطير. تطوير المحيط بتاع الكنيسه بما فيها تطوير المحيط بتاع قريه جبل الطير، لان ده بقى هدف المشروع، وده اللي بيكون لمسمى اصلا المشروع تطوير مسار العائله المقدسه، مش يعني محطات بس. هو اللي انا اقصده انه النهارده كل ده احنا طورنا طرق وطورنا بنيه تحتيه وطورنا الكنيسه، لكن انا النهارده علشان السائح يجي يستمتع انا محتاجه يبقى في اماكن حوالين الكنيسه اعرف كافيه لطيف انا حاساه من روح المكان، ريستوران لطيف انا حاساه من روح المكان، الخدمات وتكون من روح المكان. انا كمان الحته الثانيه ان انا النهارده انا ما استخدمتش لغايه دلوقتي النيل، هو الـ 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 العائله المقدسه استخدمت النيل وكانت ماشيه بمركب. انا لغايه النهارده ازاي ما اعملش كروز تتحرك من المعادي وتعدي. احنا في سبوت دايما بقول ما اعرفش ليه ناسينه اللي هو العدرا بياض، يعني هم ما نطوش من المعادي للمنيا، هو اكيد عدوا على، فما اعرفش هو ده لسه ما اتحطش. لا محطوط بس انا هجيبها لك بالتدريج يعني. انا ده دايما انا يمكن عشان انا برضو ليا جذور من بني سويف وان انا من بني سويف، فدايما العدرا بياض بسال هو مع ان ده دير من القرن الثالث. فالنهارده انا ليه ما استخدمتش النيل ومشيت كروز والناس تستمتع بالنيل الحالات النيليه الى جانب المحطات الخاصه عشان امشي بكروز لازم اعمل
يبقى عندي مكان مرسى على النيل علشان الناس تنزل ونقدر المرسى ده لوحده مشاريع كتير جدا. اكيد طبعا هو مشروع كبير يعني. هو انا ليه ما استخدمش الخطوات يعني. انا ليه ما استخدمش الصناعات اليدويه اللي موجوده في عندنا كم صناعات يدويه هايله وبتتصدر بارقام كبيره جدا، المصريين كتير ما يعرفوش عنها حاجه استراتيجيا. هي كل ده هو ده التطوير التطوير يعني. ان انا مش اشتري السايح يجي يشتري سوفينير، ياكل اكلات مصريه صرف، يسمع موسيقى مصريه، يعني انا في الاخر خالص هو ده التطوير اللي انا بتكلم عليه، مش بس الطرق ولا عظيم. وده السؤال اللي انا سالته للبشمهندس عادل برضو، امتى بقى في التفات لهذا المسار وايه اللي كان مستهدف يعني؟ طيب تمام. هو خليني بقى اقول لك استراتيجيه المشروع عشان حتى ردا على الستبس بتاعت الاستراتيجيه، احنا قطعنا فيه ايه وايه اللي جاي لسه قدام. المفروض ان احنا بدانا المشروع ده في اخر 2013، والتاريخ ليه معنى كبير قوي طبعا استشرافا لان كان في اداره جديده للبلاد، واحنا التمسنا ان هناك اراده سياسيه لتنفيذ مشروعات كتيره جدا، من ضمنها مشروعات كانت بتعد من المشروعات الصعب تنفيذها. الاراده السياسيه دي ترجمت عمليا على الارض في صوره مسار العائله المقدسه طبعا، فخامه الرئيس داعم المشروع جدا جدا وحطه تحت رعايته، وبدانا من 2014 نعمل ما يسمى الفام تريب او الرحلات التعريفيه. احنا دعينا سفراء الدول المستهدفه، وبالمناسبه الاستراتيجي بتقول ان هناك دول مستهدفه، ان دي الشريحه الاكبر اللي هندعو ليها للعائله المقدسه اللي هي دول شرق اوروبا، دول الاتحاد السوفيتي القديم ولاتين امريكا واوغندا، جنوب افريقيا، كينيا واندونيسيا وكوريا. لانها سياحه دينيه. لا بمقام الاول كويس قوي انك قلتي كده، احنا ما بنسميهاش بقى سياحه دينيه، احنا بنسميها سياحه روحانيه. سياحه روحانيه لان من ضمن الاستراتيجي برضو انك عايزه تعظمي الطلب السياحي. يعني لما بتروح منطقه زي مصر القديمه اللي هي مفتوحه للزيارات، بصي على البنات والسيدات الموجودين بيزوروا 60% محجبات منهم، فدول مسلمين، وبالتالي ان المسلمين بيروحوا يمكن اكتر حتى من الاقباط. الدول كلها بتروح تزورها على اساس ان ده ارث انساني، وبالتالي استخدام ترم روحاني ده بيعظم قوي الشريحه المستهدفه، لان انت بتعدي حتى البوذيين يعني الدول اللي هي بتدين بالديانه البوذيه اللي هي ديانه مش سماويه بييجوا يزوروا هذه المواقع لان احتراما لهذه القصه. صحيح. من المغامره، دي قصه مغامره لجوء عائله مقدسه الى مصر، هي رحله تاريخيه كمان يعني، هي رحله وبالتالي انت تستهدفي بها الانسانيه كلها. وبالمناسبه واحده من الاهداف ان مصر ما بتطورش فقط مواقع علشان تجيب سياحه، مش ده الهدف الكبير. الهدف الكبير ازاي تظهري الصوره الحقيقيه للدوله المصريه على اساس ان هي دوله انصهرت فيها كل الحضارات، تحاورت فيها كل الاديان، تستقبل كل العالم الهادف الى التعرف على انسانيات هذه الدوله. وبالتالي الايمج هنا احنا بنحسن صوره الدوله المصريه، بنظهر حقيقتها مش بنحسن صورتها. الحقيقه بتاعت الدوله المصريه سانت كاترين عباره عن كومبلكس جديد، اكتشفنا في مشروع العائله المقدسه مجمع اديان ثالث الازهر والحسين، تخيلي ان ده مجمع اديان، كنيسه يعني كنيسه زويله على طول في خلف الازهر والحسين، معبد موسى بن ميمون في نفس المنطقه، وبالتالي المشروع ده لا اظهر صور حقيقيه كثيره للدوله المصريه. انا يعني عجباني الجمله دي جدا جدا لحضرتك يا باشمهندس، لو فكره اظهر صور حقيقيه زي ما حضرتك قلت كده موجوده اصلا في اماكن كتير في العالم، زي يعني ديانه بوذيه وزي حاجات كتير موجوده في العالم، بس هم عارفين يسوقوا ليها بشكل كويس. صحيح. وهنا برضو انا عايز انقل السؤال للبشمهندسه برضو، وفي جانب التسويق بالذات يعني مشروع زي ده زي مشروع اللي هو مسار العائله المقدسه، حضرتك شايفه التسويق ليه ممكن يكون ماشي ازاي، وايه الخطوات اللي ممكن نكون ابتدينا فيها دلوقتي لو كنا ابتدينا التسويق ليه؟ هي اول حاجه عندنا مش واخدين بالنا منها ان معظم المناطق الاثريه اللي احنا بنتكلم عليها متسميه باسم العذراء، يعني معظمها هتلاقيها دير العذراء واديره العذراء وكنائس العذراء. العذراء لما تيجي تبص عند مش عند الاقباط بس، هي معظم الاماكن دي اماكن قبطيه، لكن الكاثوليك 2 مليار وشويه في على مستوى العالم بيحبوا العذراء جدا، جداً المسلمين بيحبوا العذراء جدا، زي ما الباشمهندس عادل بيقول انه انت في الاخر خالص لما بتروح مولد العذراء سواء في المنيا او في اسيوط او في بني سويف او يعني كل الطوائف تقريبا وكل الشعب موجود، بتلاقي ممكن تروح يعني دي حاجه عاديه جدا ان انت تروح تلاقي انت ما بتبقاش عارف يعني المسيحيين من المسلمين هناك يعني.
فكل ده انت لما تيجي تترجمه انت بتتكلم في اعداد. يعني انت يعني انت لو بتتارجت انت مش بتتارجت اقباط بس، انت بتتارجت كاثوليك وبتتارجت مسلمين وبتتارجت كمان لو بنتكلم ان هي رحله تاريخيه او رحله روحانيه، هي انت بتتارجت من كل، يعني هي مش دينيه، هي مش حاجه بس تخص المسيحيين. فانا كده وسعت التارجت بتاعي، فبقى اللي هو الشريحه المستهدفه كبيره، الشريحه المستهدفه بقت كبيره جدا. نوصل لها ازاي سواء بره مصر او جوه مصر، دي بقى ليها خطه على حسب انت التنميه بتاعتك عملتها ازاي. السياحه الدينيه فيها ميزه حلوه جدا ان هي لا تعتمد على الرفاهيه، يعني انت مش زي مثلا، انت مش عايز لا اوتيلات 5 ستارز. انت ما تيجي تبص برضو في العالم كله، انت لوتس مثلا، يعني انا شايف لوتس مثلا هي سوري الاوتيلات هناك بتبقى ستار، وفي حاجات مش ستار يعني مش متصنفه اساسا. هي اهم حاجه عندهم النظافه، وان انا يبقى عندي مكان، لان انا مش هدفي في الحقيقه انا مش جايه اتفسح، يعني اللي هو مش حاجه فيها اي رفاهيه. هي انا ليا غرض معين، ان انا اخد بركه، او ان انا اجي ابص يعني اشوف الرحله دي كان شكلها ايه، واعيش الروحانيات بتاعتها. فزي ما قلت لحضرتك التسويق هيبقى بيعتمد على انا عامله تنميه شكلها ايه، و تارجت اودينس في البدايه، وبعد كده التسويق اللي هو كتنميه كامله زي ما حضرتك اشرتي، مثلا فكره زي الصحه مثلا او فكره زي النظافه مثلا. بالظبط كده. بلس ان انا زي ما قلت لحضرتك انه لازم اكون عامله بقى شويه حاجات يستمتع بيها السائح. يعني في جبل الطير مثلا، يعني في افكار ان احنا عايزين نعمل تلفريك، ان احنا يعني عايزين نعمل ندرب الفرق الموسيقيه انها تبتدي تعزف الالحان القبطيه بالدف والمثلث، يعني في حتى ليها الات. انت ممكن تبتدي حتى تبيع الالات دي از سوفينير، وفي نفس الوقت الناس بتستخدمها وتبتدي تيجي تتفرج على مش بيعملوا غيرك يعني في العالم كله، اخلق الحاله للمكان. بالظبط كده، ادعمها بمختلف العناصر. طب باشمهندس، عايزين نتكلم بقى على اللي حصل على ارض الواقع. ايه المشاكل اللي واجهتكم، التحديات اللي كانت بتواجهكم في المحطات اللي تم يعني الانتهاء منها؟ تمام. هي الاول، اول ما بدانا كنا حاطين التحديات ده قدامنا، ان احنا عملنا مشروع تخطيطي فعلا بمعيار الفكر التخطيطي. كنا عاملين ما يسمى السوت اناليسيس، دراسه للويكنس بالظبط، المخاطر والتحديات ونقاط الضعف والقوه، الشغل التخطيطي اللي احنا بنعمله. وبالتالي كان اول تحدي بالنسبه لنا، احنا كنا للاسف فاكرين ان هو موجود، طلع مش موجود، ان هو هل هناك اتفاق مجتمعي على هذا المشروع. يعني كنا زمان بنقول دايما ايه اللحمه الوطنيه والكلمات اللي كانت الشعارات الموجوده، يا جماعه دي مش شعارات، احنا فعليا عملنا حوار مجتمعي قبل ما نبتدي في المشروع. اكتشفنا ان احنا ضيعنا وقت حوالي 6 شهور، والحوار المجتمعي واللحمه الوطنيه موجوده اوريدي ومتاصله في المجتمع. وبالتالي بس كان لازم نعملها تخطيطيا وتنمويا، لان جزء اصيل برضو علشان نتاكد. فدي كان التحدي اللي ما كانش موجود، ما اعتبرش تحدي. التحديات الاخرى اللي كانت مهمه جدا جدا، العمران العشوائي. كانت معظم هذه المواقع بتقع في مناطق، مش عاوزين نقول بقى ان سكان المناطق دي كانت مهمشه وفقيره، معظمها بيقع في الدلتا ومعظمها بيقع في الصعيد. طبعا الامتداد العمراني العشوائي لتلبيه احتياجات المواطنين كان دايما بيجاور هذه المواقع. ودايما نبص نلاقي ان فعلا الاقباط بيحبوا دايما يكونوا قريبين اما من الدير او من الكنيسه عشان ياخدوا بركتها. لكن طبعا كانوا هما بيتصرفوا بتصرف تلقائي زي اي منطقه في الدنيا. يعني التحدي العمراني انك تخلق اكسسبيليتي سياحي، ده ليه معيار معين، لازم اكسسبيليتي مريح وامن وعليه ساين بوست وعليه ترافيك ساين بوست، علامات مروريه معينه عشان تؤهل البيئه كمدخل سياحي مهم. التحدي ده في النقاط اللي افتتحناها تغلبنا عليه بالتعاون مع شركاء التنميه، ودي نقطه مهمه جدا جدا، لان المشروع ده دليل واضح اذا اتفقت كل جهات الدوله توحدت حول هدف وطني واحد، المشروع بينجح زي ما ده نجح. المشروع متشكل له لجنه قوميه برئاسة مجلس الوزراء، عضوية وزارة السياحة والآثار اللي هي صاحبة الفكر التنموي والاستراتيجي والتسويق للمشروع، وزارة التنمية المحلية كمنسق ما بين الوزارة وما بين المحافظات اللي بتقع فيها النقاط، قاسم مشترك في كل المشروع ده وفي كل النقاط، الكنيسة القبطية المصرية اللي أنا بسميها الكنيسة القبطية المصرية الأصيلة، اللي هي جزء وطني أصيل عاوز يدعم هذا المشروع لأنه هو عارف أهميته، فدايما هي مصاحبانا، وفي نفس الوقت هي المرجعية التاريخية والدينية للمشروع. مشروع ليه مرجعية تاريخية ومرجعية دينية، اللي بيحكم هذه المرجعية ودايما بنرجع لها هي الكنيسة القبطية المصرية.
معانا اجهزه اخرى، جهاز التنسيق الحضاري اللي هو بيدقق العناصر المعماريه اللي احنا بنشتغل فيها تخطيطيا. وبالتالي كل الشركاء دول التعامل اشتركنا في اللجنه، كنا دايما في حوار شغال، مراجعات مستمره ما بين كل جهه. وصلنا ان احنا لما ننزل منطقه زي سمنود في الغربيه كانت سوق عشوائي شديد العشوائيه، الشارع المواطنين المحليين ما كانوش نفسهم يعرفوا يخشوا فيه. دلوقتي قطعه من ايطاليا اتطورت، توحيد لواجهات المحلات، عمل ميدان، عمل باركنج للاوتوبيسات السياحيه في منطقه ما حدش يتخيل ان يخشها السياحه، تم ترميم المباني الاثريه الموجوده، التابلوتات كلها بالبازلت، بقت منطقه في منتهى التحضر. تل بسطة دلوقتي بيقام فيها حاليا، ويمكن ده استكمالا للي في بتقوله، اصبحت الفعاليات تقام علشان العائد المجتمعي للمواطن المحلي. ما انا مش بعمل التطوير ده بس عشان السياحه، ده السياحة سبب عشان أدعم الاقتصاد المحلي للسكان اللي موجودين هناك. طبعا بدأت تل بسطة تبتدي تشتغل في الهاند كرافتس، اتدربوا على الصناعات اليدوية الحرفية وبدأت تباع داخل الموقع، اللي بتعكس الملمح التاريخي والديني للموقع. صناعة الصلبان من جذوع النخيل، صناعة الأيقونات أو الفريسكات الموجودة على الكنيسة بس بتتعمل بأسلوب يدوي، البردي، البردي الموجود في الأراموس اللي هناك. يعني جزء من التطوير هو تدريب كمان أساس. أهل أساس. المكان على الحرف المحتاجة تدربي أنت أوريدي. دي خطة معمولة لكده، دي كل الكلام ده يعني ده فن موجود من تكاليف كبيره جدا. هو التكاليف والله يعني لو بصينا لها على مستوى مشروع زي ده، احنا عملنا ترشيد للانفاق رائع، يعني يعتبر درس يدرس ازاي ترشد التكاليف، لان في مجهودات يوميه في جهات كتيره هي اوريدي بتشتغل، لكن لو وجهت التنميه لهدف معين بتسخر هذه الموارد للمشروع، ما بتنفقش كتير. وزارة السياحة والآثار ضخت فقط 60 مليون جنيه. حضرتك بتطور ممر تنموي، محور عمراني كبير أساسه سياحي. بس ده الوقت 60 مليون جنيه. أنا المحافظات بالعمل اليومي بتاعها ممكن نقول 300 مليون جنيه. أنا شايفة إن ده الوقت إنه نهتم بقى بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة المتوسطة، إنها تدخل على المناطق دي وتبتدي تعمل بنك مشروعات. انت عندك بنك مشروعات للشباب تقدر تعمله، من اول اللي هيفتح كيوسك للكافيهات، بس كافيهات هنعملها اورينتال اللي هو بس بازارات، ما ينفعش ان انا اروح بازار الاقي ميد ان تشاينا وانا عندي وانا في وسط مناطق طبع خاص، فلازم يخرج منها الصناعات بتاعت. الحقيقه كل ما نتكلم مع حضراتكم بيتكون لينا صوره المشهد اكتر، وبندخل في تفاصيل المشروع العملاق والمختلف ده، ولكن نستاذنكم نخرج لفاصل سريع. أوكي. مشاهدينا فاصل ونرجع نكمل كلامنا عن مسار العائلة المقدسة، استنونا. رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، ولسه بنتكلم عن مشروع مهم جدا وهو تطوير مسار العائلة المقدسة في مصر. وعشان كده بنجدد الترحيب بضيوفنا النهاردة، الباشمهندسة نيفين عزت والباشمهندس عادل الجندي. ويمكن يعني قبل ما احنا كنا نطلع يعني الفاصل كنا ابتدينا نتكلم على فكرة التكاليف، ولو خدنا موضوع التكاليف ده وحطيناه كده الباشمهندسة نيفين ونسألها كده، ازاي ممكن احنا بقى في الاخر نستغل ان احنا صرفنا فلوس كتير علشان نكون بقى بنبيع الفكرة اكثر بشكل معين للأجانب وبشكل معين للسياح، بحيث ان احنا نستثمر فيها اكتر. بمعنى اخر، ازاي دلوقتي اروح اكلم السائح واقول له تعالى زورني عشان كذا وكذا؟ في خطة للدولة لاستقطاب القطاع الخاص عشان المشاريع الاستثمارية، من اول المستثمر الكبير لغاية الصغير والمتناهي الصغر. لما ده يخلص هتبص تلاقي الشكل النهائي لكل سبوت، يعني يكفي بس صوره هتبقى جاذبة جدا لأنه السائح يجي ويشوف ويتفرج. لأنه النهاردة أنت لما تعمل له، لو هنتكلم بس على بند نوعية الأكل، لو أنت بتقول له أن أنت تيجي تدوق أكل يعني هو ما سمعش عنه قبل كده أو مختص بس بالمكان ده، فده نوع من أنواع من الحاجات الجاذبة. السوفينيرز اللي من المكان، انت عندك، احنا عندنا صناعه الكليم، صناعه الحرير، صناعه، احنا عندنا فينا في خشب السرسوع. حلو. ما هو كل اللي هو الروز جولد بتاع العالم. جميل. هو كل الكلام ده ممكن يكون كلام فرعي، بس انا قصدي لو في بروشور مثلا معين او في ورقه انا بديها للسائح هقول له تعالى ليه؟ يعني هقول له يعني ايه اللي هيجذبك ان انت تيجي هنا مثلا؟ السياح الاجانب عامه بيحبوا القصص. تمام. فانا النهارده زي ما الباشمهندس عادل قال في البدايه ان النهارده العائله المقدسه
لما جت تهرب ما هربتش شمالا لسوريا والعراق ولا غربا، ولا هي نزلت جنوبا لمصر. يعني انا دايما بقف عند الحته دي. دي لوحدها لما تيجي تحطها في ستوري ان النهارده العائله المقدسه الجيسس اللي هو كل العالم عارفه، لما حب يهرب والملاك كلم يوسف النجار قال له اهرب الى مصر. طب مصر دي فيها ايه؟ كان ايه مصر في وقتها؟ اللي على فكره زي ما بقولك كده الوقت اللي هربت فيه العائله المقدسه ومشوا في شرق النيل تقريبا الناس اللي عايشه هناك من 2000 سنه لغايه دلوقتي التغيرات طفيفه جدا. يعني لما تيجي احنا لسه كنا بنتكلم على التراث اللامادي، الفولكلور، الاغاني، في حاجات قديمة وليها يعني أصول. القصص بقى بتاعت أنه في مثلا عند المطرية القصة بتاعت أن العيش ما بيخمرش هناك، أو أنت لما تيجي تمشي في حتت في المنيا كده، وأنا ماشية بالعربية كنت شايفة النخل ساجد. يعني كانت قصص برضو، في قصة البطيخ، الأرض تضرب بطيخ. يعني القصص دي كلها لما بتتحط ولما نبتدي نحطها في بروشورز وكتب وكده، كل دي بتبقى حاجات يعني جاذبة. في مجموعة حاليا بتدرس برضو ازاي يعني مش عشان التسويق ان هي تجيبهم، لكن ازاي برضو تخلي السايح مستمتع بالقصص دي بشكل، وهي بتتقله او هي بتتعمل تبقى ليها فني مثلا يعني. طريقة او طريقة الالقاء بتاعها تبقى حاجة جاذبة. يعني دي بالنسبة للناس اللي هتبقى زي المرشد او اللي في المكان. احنا كنا جبنا قبل كده ايطاليين في العذراء في منطقة وادي النطرون، وكنا جايبين راهب من أبو مؤار كان بيعرف يتكلم طلياني. أنا كنت طبعا ما كنتش فاهمة هو بيقول إيه، بس كنت شايفة الأطفال. كان اليوم ده كان يوم مهلك جدا، كانوا ما عرفش راحوا في اليوم ده، زاروا تقريبا مجمع الأديان وكانوا طلعوا بعد كده على هناك، فكان يوم مهلك جدا للأطفال. أنا كنت شايفة الأطفال منجذبة جدا وعمالة تسمع له، فضلوا ماشيين وراه ساعتين وسامعين وأسئلة. هو أكيد كان ليه طريقة جاذبة جدا للأطفال، ودي اللي خدتني الفكرة دي، انه الموضوع ما ينفعش يبقى مرشد عادي او حد بيتكلم كلام عادي، يعني لازم يكون حد قوي قصص، ستوري تيلر زي ما بالظبط. طب باشمهندس، هل بدأنا نتواصل مع السياح في مختلف دول العالم حاليا ونقول لهم ان في مشروع حاليا عندنا في مصر في مسار عائلة مقدسة، بدأتوا تشوفوا ردود افعال ولا لسه؟ طبعا دي بدأت بدري جدا، احنا كنا شغالين بالتوازي علشان ما نضيعش وقت، لان احنا بقالنا حوالي 8 سنين بنشتغل في المشروع. فاحنا كان القرار التخطيطي او الاستراتيجي ان احنا نشتغل في الخطتين، الفيزيكال ديفلوبمنت او التنمية العمرانية على الارض، وده اللي بيتم بالتوازي مع خطة التوعية السياحية العالمية. في أكتوبر 2014 بدأنا أول رحلة تعريفية دعينا ليها كل سفراء الدول المستهدفة زي ما أنا حكيت، وجم في مصر وعملنا لهم إعلان عن استراتيجية الدولة لتشغيل هذا المشروع. كان مصاحب لهذه الوفود 30 انترناشنال ميديا، 30 وسيلة إعلام عالمية دولية علشان يزوروا هذه المواقع. كان الهدف من الموضوع ده ان احنا ناخد كومنتس، ناخد تعليقاتهم، ارائهم العالميه بناء على ان هم لفوا المسارات الشبيهه في العالم عشان يدولنا دروس. بدانا من هذه النقطه ننطلق، خدنا الملاحظات بتاعتهم دي. كان ايه ابرز الملاحظات او الصدى اللي جال لحضراتكم على المسار؟ ابرز الملاحظات ان احنا كنا بنقول ان احنا المفروض يا ترى ان احنا نعلن هذه المناطق مثلا على قائمه التراث العالمي الاول، ولا نشتغل في تنميتها عمرانيا الاول؟ بس ده كان في الاول الدروس. ده كان في الاول، فكان الوقت ده لسه الدنيا مش جاهزه. دي اول حاجه في 2014، وبالتالي كان من الدروس ان هم رشحوا لنا، قالوا لنا انتوا تشتغلوا في المسارين بالتوازي. عشان كده احنا لما برضو حد بيتكلم بنقول احنا ما بنشتغلش بخبره محليه فقط، احنا جبنا استشارات دوليه، ومنها اثنين من اهم خبراء منظمه السياحه العالميه اللي شغالين في مسارات من اقوى المسارات العالميه، اللي هو مسار سان جيمس اللي هو بيعدي من فرنسا واسبانيا والبرتغال. وانا شخصيا رحت زرت هذا المسار وعاصرت التجربه، ومشيت في رحله الحج
على نفس المسار بتاع سان جيمس عشان اعيشها. فنقلت التجربه الحيه دي عشان استفيد بها في مصر. خطه التسويق اللي باشمهندس بين كان بيتكلم عليها، المفروض ان احنا كان دايما المزيج التسويقي المتعارف عليه كانوا بيسموه الفور بيز اللي هو الاربع عناصر المعروفين، البرايس، البيبول، وهكذا. لما زرنا المناطق ودرسنا الكيسز العالميه، الحالات العالميه لمثل هذه المواقع زي لورد فرنسا. لورد دي قصه غريبه، يعني موقع صغير قوي، طفله برنادت حلمت بان هي شافت ستنا مريم في المنام، حكت لعمده القريه، الناس اتجمعوا فاصبحت ايقونه وبنش مارك عالمي بيزورها في السنه 6 مليون او اكتر. من حكايه من حكايه من حكايه من حكايه هي سانت فاطمه. دي برنادت لورد لورد فرنسا، في موقع لورد فرنسا. في تركيا بقى هناك في الموقع دون نفس القصة تقريبا، بيزورها ما بين 4 و5 مليون. موقع واحد، قصة بعبارة عن حلم. انت عندك الموقع الحقيقي اللي عدت فيه العائلة المقدسة 25 موقع. ايه اللي مش مخلينا نعرف نروج لمثل هذه المواقع دي؟ الدراسة بقى اللي عملناها. لما درسنا الكيسز دي، بص تلاقي لورد مثلا الخدمات اللي موجودة حوالين لورد، في قطر او خط سكة حديد بيصل من المطار للورد مخصوص، في 30,000 لسرير متوفرين في المنطقه. طبعا. شوبينج مول موجود. اذا السيرفيسز بقى دخلنا ما يسمى ايه 7 بيز. ما بقتش 4 بيز، بقت رايح للمستهلك الاساسي. بتسوق حضرتك للمورد اللي عندك، الاثر اذا كان ديني او تاريخي او سياحي، ده العنصر الاساسي. لكن بتسوق معاه الخدمات والموتيفيشنز اللي بتدفع بيه الزائر ان هو يجي، عشان في وسائل راحه، وسائل انتقال، وسائل استمتاع. طبعا. وسائل تعداد او ملء اليوم السياحي كله. ويمكن هنا برضو نرجع تاني لفكرة الباشمهندسة اللي كانت بتطرحها، المواقع اللي هي زي العذراء بياض اللي هي بني سويف. بني سويف مش على مسار العيال المقدس، لكن هي حلقة الوصل الرئيسية ما بين مناطق القاهرة انتهاء بالمعادي على النيل وإلى المنيا. المسافة كبيرة، فاحنا مش عاوزين نخلق فترة ملل للانتقال. فهناك ده أقدم درب رهبنة في العالم في بني سويف، القرن الثالث، وبالتالي ستوب بوينت متوافقة روحانيا مع الرحلة. فيها البير بدأنا فيها أقدم درب رحمانة موجود. بدأنا نتعاون مع محافظة بني سويف، رغم أنها مش من ضمن المحافظات، بيتم التطوير، وعدينا مخطط تفصيلي لتنمية هذه المنطقة عشان تبقى نقطة توقف، بمقترح مرسى نيلي موجود هناك على هذه النقطة. يمكن هنا نبص شوية استراتيجيا برضو، هل هنطرح موضوع العائلة المقدسة كرحلة مستقلة؟ احنا تنمويا بنقول لأ. احنا بنعمل ايه؟ بنحمل مشروع العائلة المقدسة على منتج سياحي اخر، بس يكون متوافق مع الشريحة المستهدفة. السياحة النيلية، نايل كروزنج، دي اهم حاجة، لانها روحانية وانت ماشي بيحصل لك حالة هدوء نفسي، فتقدر تنزل لمواقع العائلة المقدسة. السياحة الريفية بقى دي الجديدة، السياحة الريفية اللي احنا بنشتغل دلوقتي بالتوافق مع برنامج حياة كريمة. حياة كريمة اللي هو تأهيل الريف المصري. معظم هذه المواقع بتقع في الريف المصري، وبالتالي المنيا او فكره الفريك او اي وسيله للربط ما بين السياحه الروحانيه في جبل الطير والسياحه الريفيه في المنيا عروس الصعيد، والمنظر بتاع الريف المذهل ومنظر النيل من اعلى الجبل دون. احنا دلوقتي عملنا فكره استثماريه، وعملنا مخطط استثماري تم الانتهاء منه بالمناسبه، دي المرحله الثانيه. بدانا نعمل مخططات للاستثمار عشان تدفع شركاء التنميه بقى اللي هو القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني والمواطنين المحليين بمستوى مشروعات بدءا من متناهيه لصغيره لمتوسطه. وحتى مستوى الاقامه اللي هناك او الايكولوجيست، احنا بنقول ايكولوجي بقى عشان المبنى البيئي الفندقي يتوافق مع روحانيه دي. مين الشريحه المستهدفه؟ هم الالدرز والديسيبل، كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه. دي اكبر شريحه بتزور العائله المقدسه، اما ان الناس ريتايرد جاي يتبارك بهذه المواقع، او طلبا لاي حاجه. يعني حتى في ازمه كورونا، تخيل ان ده كان منتج مناسب جدا، ان احنا في ازمه كورونا الناس اللي طالبه رحمات ربنا تتبارك بالمناطق، اذا كان في حد عزيز عليها توفى من الازمه او اصيب، فكانت هذه الرحله ملجا روحاني لبعض الناس دول. وطبعا المشروع كله احنا بنقول بيكسر حاجز الموسميه، عارفين ان السياحه في مصر ليها موسم، الا هذا المشروع يزار في اي وقت من السنه، فبيملى لك الفجوه الموسميه بتاعت السياحه. مشروع ليه عوائد كتير جدا. حقيقة حضرتك وانت بتتكلم يعني ذكرت يعني كده جملة رحلات الحج المسيحي. أيوه. وذكرت حاجات ليها علاقة بقى موجودة في أماكن تانية يعني. ويمكن بقى ده السؤال برضو اللي عايز أخده برضو باشمهندس نيفين، وهو إزاي دلوقتي طيب نخلي مسار العالم المقدسة ده يكون من رحلات الحج المسيحي، اللي هو يعني مكان العالم كله بيروح له ولازم يروح له. أنا هجاوبك على ده، بس من كنت في حتة كنتش عايزة أقطعه فيها. بس إحنا هو الباشمهندس عادل اتكلم على ظهورات العالم
عدرا في سواء في سانت فاطمة او في اللي في البرتغال وفي فرنسا في لورد. احنا عندنا هنا العدرا ظهرت في الزيتون والعالم كله شافها, رئيس الجمهوريه شافها, وعلشان كده ادى الجراج الارض اللي قصادها, نزلت في الجرايد, العالم كله شافها, والكاثوليك مضوا عليها, الكنيسه البروتستانتيه, يعني مصر بمسلمينها ومسيحيينها. فالعدرا الزيتون يعني دي لوحدها يعني هي في المسار ولا مش في, لا مش في المسار, بس يعني هي العدرا الزيتون يعني فكرني مهمة, بتسري المسار جدا جدا المسار يعني جداً. كل يعني في الاماكن التانية دي مش عارفه, بنت حلمت وحاجه تانية العدرا ظهرت لها, لكن دي العدرا ظهرت يعني هنا في مصر, العدرا ظهرت لكل الناس دي الحقيقة كلها حقيقه هنا في مصر. ف تنزل في الجرايد ونزل, ما حصلتش في ولا واحده من الباقيين. فاحنا عندنا هنا في مصر كنوز, احنا واخدينها فور جرانتد كده, مش واخدين بالنا ان احنا فعلا مميزين بيها وبالزياده قوي, مش عارفين نسوقها صح. احنا خدنا بقى بالنا خلاص يعني بينا احنا دلوقتي كدوله, لا واخدين بالنا بقى لنا 8 سنين والنتيجه الحمد لله رائعه. انا عاوز بس ادي انديكيشن لحاجه مهمه قوي, قد يرى البعض ان 8 سنين فتره كبيره. يا جماعه المشروع ده قعدنا نحاول فيه او في حقب سابقه 20 سنه ما قدرناش ننزل بيه على الارض. اول مره من سنه 2000 كان منير بيه غبور هو اللي ابتدى الفكره من سنه 2000, يعني هو ووزراء اخرين طرحوا في الموضوع, لكن هي دي معنى الترجمه الحقيقيه لمفهوم الاراده السياسيه. طبعا دي الترجمه ان في قياده سياسيه تقدر تنفذ, ولاول مره ننزل على الارض ونبتدي ننفذ ونقارب على الانتهاء من المشروع. فقصه ان احنا نقعد 8 سنوات مع التحديات اللي ذكرناها دي موضوع مش سهل, مناطق كبيره جدا فيها تحدي عمراني وتحدي بيئي بالمناسبه, عنصر النظافه والسوليد ويست والمخلفات الصلبه اللي كانت مرميه, الدرونكا والمحرق مثلا على سبيل المثال كان المدخل الرئيسي بنعدي من كوبري اسيوط, بنعدي بترعه كانت شكلها صعب, مرمي فيها كل انواع الحيوانات النافقه وغيرها. اتفرج دلوقتي المحافظه مهتمه جدا بالمنطقه, اصبح طريق سياحي عليه علامات ارشاديه ومروريه, تشجير وكاننا دخلنا منطقه ثانيه بسبب هذا المشروع. طيب قبل ما نختم مهم نعرف ايه المرحله اللي جايه او ايه النقطه اللي جايه اللي هيتم افتتاحها, عايزين كده معلومه مؤكده, ويا ريت يبقى بتاريخ, يبقى حاجه حصريه لينا نعرف ايه النقطه اللي جايه وامتى. التاريخ محدد لان احنا هننتهي من المشروع كله باذن الله الافتتاحات قبل نهايه هذا العام. بالنسبه للنقطه اللي جايه باذن الله النقطه اللي في نقاط جاهزه, يعني المطريه جاهزه للافتتاح باذن الله, بس احنا مستنيين ملهاش تاريخ جدا الصراحه. طبعا لا خلصت, والتطوير بتاع المحيط العمراني بتاعها كان مهم جدا جدا, تطوير الموقع الاثري ده انتهى, خدماته كلها موجوده دلوقتي, اصبح موقع حضاري وتاريخي. مع خطه الدوله للطرق اللي اتعملت بالذات في شرق القاهره في هذه المنطقه, اصبح احنا استوعبنا الخطه, ما بنشتغلش بانعزال خالص عن الخطط, معانا شركاء. الاكسسبيلتي بقى وطرق الوصول لشجره مريم اصبحت طريق سياحي جدا, توصل على الطريق الدائري اللي بيؤدي لبقى النقاط, لان ده من المخطط الاستراتيجي ازاي تعمل تواصل ما بين النقاط. الهدف ان ده كوريدور, ان تطلع من النقطه توصل للنقطه بامان وسهوله في الانتقال. طب فالمطريه جاهزه, مصر القديمه دي اهم موقع اللي هو مجمع الاديان اللي هناك, مجمع الكنائس وجامع عمرو وبنا يطرى المعبد اليهودي, دي منطقه قويه جدا جدا, احنا كنا شغالين فيها من البدايه, وده مجناها مع خطه المشروع القومي لتطوير تلال الفسطاط. عارفين في مشروع اسمه تلال, تلال الفسطاط بيشمل من عين الصيره لمتحف الحضاره اللي دلوقتي قريه الفواخير اللي بتتطور لتطوير كل المحيط العمراني, دخلت هذه الخطه اللي هتنتهي ان شاء الله قبل شهر 12, فدي ميعادها برضه متحدد. يعني احنا في صدد ان احنا نشوف افتتاح المطريه او مصر القديم. المطريه اللي جايه, المطريه خلصت, المطريه هي اللي جايه. يعني نشكر حضراتكم شكرا جزيلا, المهندسه نيفين عزت مسؤوله التسويق بمشروع مسار العائله المقدسه في مصر والعالم, نشكرك شكرا جزيلا. كمان كان مشرفنا المهندس عادل الجندي منسق الوطني لمشروع احياء المسار الخاص بالعائله المقدسه في وزاره السياحه, بشكرك يا باشمهندس, شرفتونا ونورتونا. شكرا بجد, يعني اثرتونا بالكثير من المعلومات وحسستونا بالفخر للمشروع دوت, واكيد برضو كل الساده المشاهدين هيكونوا مستنيين المشروع ده يكون جاهز في اقرب وقت, لكن الى هذا الحين بتنتهي حلقتنا النهارده, ولكن هنستناكم في حلقه بكره جديده ان شاء الله. تصبحوا على خير.